بيسمعوا اللي بيسمعوا هذا اللون نوعين. اول صنف هو اللي بيشبهوا هذا اللون، اوكي، يعني اللي عايش الحاله. ثاني صنف اللي بيتمنى يكون هيك، يعني اللي عنده نقص. نقص شو؟ نقص بالمراجل يعني؟ إيه، لما حدا بده يصور اونيه مراجل، يبدو يكون هو مراجل وعايش هاي الحاله، يبدو يكون عنده نقص وبده يتباهى. ليه اساسا بدنا نتباهى؟ بس خليني افهمك كلمتين. نحن هذا الجيل بينزعنا وبيعلمنا كمان. شو يعني بينزعنا وبيعلمنا؟ يعني هذا الجيل يعني واعي كثير، يعني هو يعني مو نحن جايين ننزع لهذا الجيل. طب بيعلمنا، اوكي، انت قلت كلمه ينزعنا، انت عم تنزع الجيل بهيدا النوع. هي موجه فنيه من المراجل. ابدا، هي موجة ونحن مشينا فيها، يعني نحن درجناها بلبنان. طب هل هالموجة مؤذية أو غير مؤذية؟ أنا عم بسأل، ما عم بتهم. لا لا، أبداً. يعني لما حط الشخص اللي عم يستعمل الصوت ويصور عنه عم بحس بهيدا الشيء. طب لما يشوف ولد فيديو كليب في رنجات، في سيارات مفيمة، في سلاح، هيدا كله شو عم بيقول للأطفال؟ ما عم بفرجينا ورد وزهرة وما عم نسمع كلام مثل كلام أخوان الرحباني يعني هيدي الأغاني البسيطة اللي فيها هيك محبة، جمال، تسامح، كل هيدي الأمور. اختصر لك القصة كلها. هي موجة وماشية. اختصر لي القصة. السوق هيك بده ونحن ماشيين مع السوق. اف للفنان شغلته. أنا بالنسبة للمراجل يمشي مع السوق. أنا بالمراجل أنا سايق الموجة كلياتها يعني. أنت قناص ترند. موجة المراجل. أنت قناص ترند. أنا ما نزلت شيء ما حفظته العالم كله. لحتى دون سن الأربع سنين إذا بدك. طب جاوبني، أنت قناص ترند؟ نعم. انت مرج يعني مرجله بالترندات؟ لك ما عمل شيء مضرب. ما عمل كلمه مضرب. هل كل شيء خالد بيضرب هو مفيد للمجتمع؟ برجع بقول لك نحن ماشيين مع السوق.